يعني انا طالع النهارده كده اليوم كله متوتر والله. بس يعني الواحد بتجيله كريزي الضحك كده من اللي بيعملوه الزملكاويه. الزملكاويه شغالين يحفلوا عليا، يعني ايه مش وراهم غير عبد الناصر زيدان اتهزم يا رجاله، يعني وانا متقبل ده عادي، يعني مفيش مشكله، يعني الناس حبايبنا يعني، بس عايزهم يهدوا شويه يعني، كفايه يعني مش هنقعد نايمين في الموضوع. وانا فرحان والله ان اخواننا الزملكاويه واصحابي وحبايبي لقيوا مخرج لاي مكسب يحققوه. يعني لو جيت سالت اي حد ماذا حقق الزمالك من الانسحاب من القمه 128 التي كانت من المفترض الثلاثاء 25/6/2024، حقق حاجه واحده بس الزمالك، انه وقع يمين الطلاق بتاعي. الحاجه الوحيده اللي حققها الزمالك. ومع ذلك اهو يا عم حسين لبيب على الهوا ومجلس الاداره اهو بالعشره باسل اهو بالعشره، عبد الناصر زيدان اتهزم يا رجاله، والزمالك وقعوا الطلاق بتاعي. وعلى فكره انا مش عايز، انا واخد الموضوع بضحك وعادي، لان مش عايز اقول لك مبررات ولا اقول والله العظيم اول مره احلف طلاق في حياتي اصلا، والموضوع جه عفوي بسبب محمد الشرقاوي منه لله، قاعد يستفزني طول الحلقه يوم الجمعه، ومع ذلك عادي. يعني انت النهارده اغرمنا اطعام 10 مساكين. اولا شرعا اليمين لم يقع شرعا، بس لكن خاطر اذا كنا بنتكلم في الشرع، انا دارس فقه وفاهم يعني، بس انا مش عامل ده كان عارف انه لا يقع، هو جاي معايا كده صدفه يعني. فالحاجه الثانيه، حتى وانا بتكلم مع زميلي الكاتب الصحفي الكبير سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع تلغراف مصر الرائع اللي صادني والناس كلها بتدور عليا، تعال امسك هتعمل ايه في مصر كلها والوطن العربي، ساب الانسحاب والحكام الاسبان اللي جم وما حكموش وربطه الانديه والجدول والحاج عامر حسين والحمله اللي معموله عليها واحمد دياب رئيس الرابطه وجمال علام رئيس اتحاد الكوره والمنظومه واللي راح واللي جاي والتحكيم وبريره، كل الدنيا. وعبد الناصر هيعمل ايه في يمين الطلاق؟ عبد الناصر هيعمل ايه في يمين الطلاق؟ عبد الناصر هيعمل ايه في طبعا الناس دمها خفيف، والمصريين طبعا يتقبل منهم يعني النكته من رحم المعاناه، فشغالين تحفيل عليا الله ينور. ادينا اهو من يوم الاثنين ثالث يوم اهو تحفيل، وما فيش رحمه، الزملكاويه ما بيرحموش. زيو وليد الفراج عمل 3 زيو، انا 10 زيو، اطعام 10 مساكين، زيو 1، زيو 2، زيو 3، زيو 4، زيو 5، زيو 6، زيو 7، زيو 8 الرحمه، زيو 9، زيو 10، فيش رحمه يا باشا. وعلى منصة اكس، ويا سلام استمتاع ما بعد استمتاع، انا فرحان انهم فرحانين والله. وعاد يا باشا ورفع الراية البيضة ولبست تيشيرت الزمالك وبوست التيشيرت كمان وفروض الولاء والطاعة، ولا الدنيا زي الفل ولا يهمك اي حاجة. اهم حاجة يا معلم ان الزملكاوية يكونوا فرحانين، احنا لنا غير الزملكاوية في البلد دي يا جماعة. افكركم بس بالفيديو، روح منك لله يا محمد يا شرقاوي، وجويلي يسخن فيه والفولي يقول لك ايه، بس انا عايز اضيف تضيف ايه، ما انا لبست يابا. ورينا يابا الفيديو، ورينا الثلاثاء 25 الاهلي والزمالك 7 مساء باستاد القاهره، عليه الطلاق بالثلاثه هيتلعب. بص طبعا احنا يعني ايه، انا في البدايه مش عاجبني شرقاوي يخلص. بص حتى شوف شوف الطيبه بتاعتي والتلقائيه، ازاي يعني انا احلف طلاق على الهوا؟ ده ما ينفعش. اولا بقى يعني اتنفخنا والله تحفيل، اتنفخنا تحفيل، اتنفخنا تحفيل. ربنا ما يوريك لما الزملكاويه يتشفف واحد،
اتنفخنا تحفيل يا معلم. اه والله. وبعد كده اطعام 10 مساكين. ويا لهوي لو جم اكيله يعني خربان بيوت. خربان بيوت بالثلث. الشيخ سالم عبد الجليل احد علماء الازهر الشريف يعني لقيته طالع على قناه الرحمه وانا من متابعينه على فكره وهو من العلماء الاجلاء. لقيته طالع على قناه الرحمه. طب مش الشيخ سالم عبد الجليل بس ده الدنيا كلها. انا متهيألي دار الافتاء التليفونات اتعطلت يوم الاثنين. عبد الناصر زيدان هيعمل ايه يا مولانا في الطلاق اللي حلفه؟ اه والله انا اسمعكم فضيله الشيخ سالم عبد الجليل قال ايه وله مني كل التحيه والتقدير. علي الطلاق بالثلاثه هيطلعوا. شخص على الهواء مباشره بيعلق على ماتش او حاجه يعني فقال على الهواء كده علي الطلاق بالثلاثه المباراه ده هتتلعب واتلغت المباراه. خلي بالكوا بالذات الناس اللي بتصدروا في المشهد الاعلامي احنا قدوه. فكره الطلاق والحلف بالطلاق وعلي الطلاق دي مش بتاعتنا. مش بتاعت الناس المثقفه والناس الواعيه. ما ينبغيش يكون ده اسلوبنا. الطلاق ما شرعش لهذا. الطلاق شرع فقط في حاله وحيده انه زوجين مع بعض اتفقا سويا ان الحياه الافضل لينا احنا الاثنين وللاولاد نحن ننفصل وبهدوء ينفصلوا ويبقى ده اسمه الطلاق. والطلاق هنا مشروع. انما ان انا علي الطلاق ما هاكل، علي الطلاق ما هشرب، علي الطلاق المباراه هتتلعب. ده مش دين ومش لياقه. ومش ادب دين، يعني مش اخلاق الدين. فارجو ان احنا ننتبه الطلاق ما يتحشرش في كل حاجه. واحنا قدوه الاعلاميين ايا كان في مستواهم قدوه. فما ينفعش نصدر للناس ورانا ان احنا لا ان احنا في الطلاق بقى في اي حاجه يعني لا ما ينفعش خلاص. طيب ايه الحكم بقى؟ المباراه اتلغت. هو قال عليا الطلاق بالثلاثه المباراه هتتلعب. المباراه اتلغت او العكس. الحكم الشرعي هنا ايه؟ حكم الشرع الحقيقه خلينا نكون واقعيين لا يقع طلاقا. ده مش طلاق، ده حلف او يشبه الحلف. فيبقى عليه كفاره يمين يطعم 10 مساكين ان لم يستطع صامه ثلاثه ايام. ولا يقع الطلاق لا واحدة ولا أكثر. وصلى الله على سيدنا محمد. أهو تسلم يا شيخ سالم ربنا يكرمك. حدش مصدق والله. المهم الناس دخلت في الشرع وبصيت لك الناس على منصة إكس وعلى السوشيال ميديا خصوصا على الفيسبوك عندنا اللي عامل فيها الشعراوي واللي عامل فيها الإمام الأكبر كله بيفتي. عموما مشاعركم وصلتني كلها كاملة. اه والله اتهريت. الزملكاوية الزملكاوية يا جماعة بس خلي بالك التاريخ هيكتب الزمالك يفوز على عبد الناصر زيدان في القمة 128 ووقع الطلاق بتاعه. ولا أي انتصار حققه الزمالك إلا إنه وقع الطلاق بتاعي. لو حد شايف حاجة غير كده يقول لي. ولا مطلب من المطالب الأربعة أصلا اتحقق. أنا مستني أي مطلب بس يتحقق يعني. نشوف أي أمارة. طيب يا جماعة تأهيف حاجة طلبت من الزمالك إنه الحكمين يتوقفوا. الحكمين بريرة ما لعبهمش طول السنة ماتشين في أسبوع واحد، لعبهم بعد المصري تنفيذا لطلبات الزمالك. ولذلك على فكرة أنا ربما يكون نقدي حاد ولكن لازم نجمع إن إحنا بنحب الزمالك وبنحترم الزمالك والكرة بلا زمالك لا تساوي شيء. وشيء مهم جدا عايز أقوله في نقطتين. النقطة الأولى أنا لست في معركة مع أحد. كامل الاحترام للكابتن حسين لبيب ومجلسه وكامل الاحترام للمنظومة الزملكاوية كجماهير وكإدارة وكلاعبين. ولن أكرر معارك شخصية تاني مهما كان. فيش مكابرة. الموضوع بالنسبة لي انتهى بالبيان اللي طلعه الزمالك والجواب اللي أرسلته الرابطة. احنا مش في عركة مين هينتصر. الإعلام اللي يدخل عركة في حاجة لا يمتلكها إعلام أجوف وإعلام متخلف. وانا هنا بقصد الاعلام الرياضي ومن يحاول يعني اللي فرحان لانسحاب الزمالك عايز الزمالك ينكسر. لا ده ما ينفعش. واللي فرحان ان الزمالك انتصر من وجهة نظره
واللي انا مختلف معاها كليا وجزئيا عايز الزمالك يكمل، وده تدمير للنادي ماليا وحتى على المستوى الاسم. اسوأ حاجة في الكرة الانسحاب، وكلمة انسحاب وكلمة انسحاب دي كلمة صعبة جدا في القاموس بتاعة أي مجلس إدارة. فخلي بالك يعني الموضوع مش مفرح يعني. وبعد كده ما النهاردة أنا لما أجي أنتقد بنتقد لصالح الزمالك، لا بنتقد ضد الزمالك ولا بنتقد عشان خاطر أخذ بنط. فقولا واحدا، أول نقطة، لست في معركة مع أحد. النقطة الثانية ودي المهمة جدا، بعتذر على القسم الطلاق اللي أنا حلفته على الهوى، لأنه في الأخير لا يجوز، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أخلاقيا مني. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الزواج كان هو ميثاق غليظ بين الرجل وزوجته بشهادة الله وبقوة ربانية من عند الله. فأنا بعتبر الإنسان اللي بيحلف طلقات في السوق أو بيحلف طلقات في الشوارع يعني لا يحترم منزله وزوجته، فما كانش قصدي خالص بالمرة. ولذلك على الهوى وأنا اعتذرت لبيتي وأسرتي، بعتذر للمرة التانية لزوجتي وأولادي، وده اللي يعنيني في الموضوع. لكن هو شرعا الموضوع الحمد لله يعني عدينا منه، وعلى وعد ألا يتكرر ثانية. صعب جدا إن أنا ممكن أعمل ده مرة تانية، وإن شاء الله بإذن الله مش عايز أقول عد يعني، لأن ما تقدرك تمسك لغو اللسان في أوقات تلاقي نفسك منفعل أو فرحان. يعني الموضوع كان وليد نكتة، يعني احنا بنضحك على فكرة، ما كناش في حرب ولا شجار. الحلقة الأستاذ مصطفى جويلي كان حاضر، والأستاذ إيهاب الفولي، والأستاذ محمد الشرقاوي، كنا حتى في الفقرة دي بنضحك. اتلقط العشر ثواني، وانتوا عارفين السوشيال ما بيرحمش. يعني لو انا حافظ القرآن الكريم بالسبع تلاوات ولا حد قال لي سلام عليكم، خدوا العشر ثواني. بصيت لقيت الموضوع داخل في 500,000 مشاهدة ولا، والوطن العربي كله قاعد يتكلم عن الطلاق، وهات محلل، والتحفيل شغال، ومش عارف ايه، وعادي يعني. فالموضوع افوت يا صاحبي. خليني فضيلة الشيخ سالم حبيبي الغالي طبعا، وأنا من متابعينه، فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل أحد علماء الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وأنا من المتابعين لي على فكرة، وأنا خريج أزهر دراسات إسلامية وعربية جامعة الأزهر، ودارس فقه على مذهب أبو حنيفة. على فكرة الإمام أبو حنيفة اشترط أن يكون الطلاق أمام الزوجة، ولكن الحمد لله فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل فدانا بعشرة مساكين.